النهارده طبعا افتتاح مسرحية الأم شجاعة، وحضرتك ظهرلنا ظهرلنا بلوك مختلف غريب، مشرشح بهدله كده. بس زي القمر. بصي، هو تغريبي يعني، ما هواش محدد بايه. هي بياعه جرى عربيه الكار وماشيه بيها طول الوقت، فكان لازم يبقى يعني حاجه بخيله جدا. القرش عندها تبيع ولادها عشان القرش، فيعني كل ما هتهرجلت اكتر والوان عارفه، وفي وسط حروب، في وسط حروب يعني، هي الخلفيه كلها عندنا حرب، ميليشيات داخله على بعض ومين بيخبط في مين، والميليشيا الفلانيه بتهجم على ده، فهي حتى ما عندها يعني، ده لسه في حاجات فوقيها كده يعني، جاكيت مهرجل بتاع. وبعدين هي مكنه متحرك يعني، دولاب متحرك، هتلاقي معاها كل حاجه، بتبيع كل حاجه، فهتلاقي فيه جيب، هتلاقي فيه بصي مطوه، قنبله، مسدس، حزام ناسف. طيب، في ستايلست للمسرحيه ولا حضرتك اللي بتختار؟ في مها مشكوره يعني، بس قعدنا احنا اتكلمنا وفتحنا مع بعض حاجات كتيره، هي شاطره جدا، وبقيه التفاصيل بقى شغل بقى خبره بقى، ويعني حاولت ده شعر حضرتك؟ ده شعري، سبتيه كده يحصل فيه كل ده؟ بصي لسه عامله ازاي. اصلي صعب قوي، والله ما اعرف، بس يعني عارفه يعني، ما هياش غربيه، ما هياش عربيه، ما هياش غجريه يعني، يعني هي خلطه، بوت عسكري على شراب ما اعرفش ايه، على فلوس هنا، على كيس فلوس بيشد كده. احنا بنشوف حاجات مليون. عارفه؟ طيب، يعني الشعر ده يعني حاجه بتكون مهمه جدا للست، وخصوصا لما بيحصل في لوحه السلام، هتلاقي شالت دي وحطت لهم ورده بيضة عشان تبيع اعلام السلام البيضة، واخده بالك؟ يعني تركيبه هي. بس عموما انا حد على طول بفضل ازن 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 لغايه ما اوصل يعني. انا عملت تجارب كتير في لبس يعني، نادرا ما كنت بطلع ببروفات عشان امسك برضو الشخصيه والماشيه والبوت ويبقى مش عارفه ايه وبتاع. جربت كذا ستايل لغايه ما وصلت لده. حلو جدا، بالتوفيق. غسلته وطبقته كده في كيس، عشان يطلع بالشكل عشان ما ينفعش يبقى مكرب يعني، مكوي وبتاع. هو المسرحيه عملتها، بس طبعا مع الفارق، عملتها ميريل ستريب في نيويورك على المسرح ميوزيكال، بس لابسه متنضف يعني، هناك مختلف يعني.